احنا لنا 3 أيام مقتصمين بالبرد القارس، وبعد جهود والحمد لله رب العالمين اتانا الاخ اللواء ماجد فرج وحللنا الموضوع وتعهد انه يتم حل الموضوع كاملة التفاصيل. اولا بحل مسألة اللي هو التقسيمة، يغدى لنا مسمى على وزارة المالية. هذا العهد أخذناه من الأخ ماجد فرج، اللي هو الأخ ماجد فرج. والنقطة الثانية اللي هو الكسور، اللي هو يوم ويومين وثلاث. الكسور يعني الأسير بس ينسجن 5 سنوات ناقص يوم، بتفرق معه بالنسبة للمصاري أو الراتب. هسه هو أوعد وعد إنه يحل الموضوع، وإحنا من هاي اللحظة بدنا يتم فك الاعتصام. هلأ هو من هنا بكرة الصبح لازم تغدى تقسيمة الراتب بيغدوا شغالين فيها. إحنا كأصل المحررية مطالبنا إنه الرئيس الأخ الرئيس أبو مازن حفظه الله ورعاه وقع قرار الأسرى على تفريغهم على الأجهزة الأمنية، وفي مماطلة من الإخوة في اللجنة الخماسية في الملف تبعنا. هذه هي مطالبنا، إنه مطالبنا تكون مسمى تقاعدي على كسيمة الراتب اللي إحنا بنمتلكها من وزارة المالية، لأنه هناك ما في مسمى في كسيمة الراتب.